السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معانا فيديو جديد وخبر جديد، وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حالة من الحزن الشديد على منطقة مجمع التحرير ببعكوبة. طبعا حصل حريق هائل وضخم في منطقة مجمع التحرير ببعكوبة في العراق، والتهم أكتر من 60 محل الملابس والكماليات، وطبعا خسائر بالملايين لأصحاب المحلات. إن شاء الله بإذن الله هوفيكم بكل الأخبار، بس طبعا ربنا يستر ما يكونش فيه. لحد دلوقتي هو ما فيش أي إصابات بشرية أو أرواح بشرية، بس في خسائر بالملايين لأصحاب المحلات، وطبعا حالة من الحزن الشديد على أصحاب المحلات. ربنا يا رب يصبرهم، وربنا يديهم الصبر من عنده ويقويهم ويرزقهم يا رب، ويرجعوا يقفوا على رجليهم ويوقفوا محلاتهم دي على رجليها. طبعا حالة من الحزن الشديد جدا على منطقة مجمع التحرير ببعكوبة. لو وصلتوا معي لحد هنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد، عشان كل ما نزل فيديو يوصلوك بكل سهولة. والسلام عليكم ورحمة الله.